السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني اوي 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 اوي. تمام والله العظيم يا شباب، الايام اللي فاتت ديت الواحد ما كانش عارف هو في ايه. يعني هو انا كان عندي دور برد شوية، والحمد لله راحوا لحالهم الحمد لله، وبشكر كل حد اتسأل عليا. انا اسف ان انا ما قدرتش انزل السوق امبارح واصور لكم الفيديو بتاع السوق بتاع كل اسبوع، حقكم عليا. لكن انا كل ما اجي افتح الكاميرا واصور ارجع تاني وما بصورش، مش عارف ليه ومش عارف ايه اللي حصل معايا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. هنوريكم النهارده الحمام اللي ايه الجديد اللي حصل معانا وكل حاجه. انا لسه طالع دلوقتي وقلت هغصب على نفسي ان انا افتح الكاميرا واصور لكم فيديو. تمام اهو زي ما انتم شايف اهو. طبعا اول حاجه حصلت معانا، الدكر البنيدي مات. تمام الدكر البنادي مات، النتايه اللي بتقوم بالزغلول لوحدها، النتايه اللي بتقوم بالزغلول لوحدها كويس، هو ملبناه كويس ومأكلاه كويس. الدكر انا طلعت تاني يوم تلاقيته ميت. تمام اهو زي ما انتم شايفينه، ما تيجي نشوفه ونرجع لبعض تاني. طبعا زي ما انتم شفتوا يا رجاله، يعني انا ما يعني مش هينفع ان انا اخبي عليكم اي حاجه. الحمد لله رب العالمين، النتايه دي هتخلص الزغلول تمام، وممكن نساعدها وهنجيب لها دكر كويس برضو، هنجيب لها دكر حلو لان النتايه كويسه قوي الحمد لله. تمام يا شباب، تاني حاجه الحمد لله رب العالمين، النتايه الخضراء حست اول حصويه يا شباب. تمام النتايه البلقه الخضراء دي حست. تمام يا رجاله، رجعنا الدكر للنتايه اهو، الدكر راق وزي الفل. البنيدي هو اللي وقع الحمد لله، كانوا تعبانين تعب جامد يعني، الحمد لله اللي احنا ايه قدرنا نعالج الدكر السكروت اهو ورجعناه للنتايه. تمام يا شباب، ده تاني حاجه اقول لكم برده اهو، بسم الله ما شاء الله النتايه المسوده حست، مفيش تحضين. يعني انا ما عنديش دلوقتي حاليا تحضين. عملت ايه؟ عملت اللي انا حطيت حصوايه بلاستيك، حصوايه بلاستيك للنتاية الكورك دي، انا تلاقيتها قاعده في الطاجن على طول، حطيت لها حصوايه بلاستيك، وبعديها بيوم ولا اتنين رحت حاطط لها الحصوايه التانيه. تمام قعدوا. اهم حاجه عندي بقى مش النتاية اللي تقعد، الدكر يعني اهم حاجه عندي مش النتاية. النتاية ممكن تقعد لوحدها لكن الدكر ممكن ما يقعدش على البيت بتاعه على البيت. تمام فقاعد اهوت الحمد لله، احنا كده جربناه. هنعمل ايه؟ هنشيل اما النتاية ديت تحصل حصوات تانية، ما عدا النهارده ان شاء الله هتحصل حصوات تانية، هنشيل الحصى بتاع المساويد نحطهم تحت الكركات هنا. هنشيل الحصى المساويد نحطه تحت الكركات هنا اهوت، وهنسيب الخضر يحضنوا حصاهم طبعا زي ما انتم عارفين ان حاسس السكرتات هنا. يعني الحمد لله رب العالمين، الحمام كله حاسس بامر الله الحمد لله. طبعا ده حاسس السكرتات اللي تحت الايه النتايه الحلبيه دي. تمام هنجيب بقى نشوف الزغاليل كبرت اهي قدام عينيك اهي، الزغاليل كبرت اهي ما شاء الله، بس طالع عامل ازاي، طالع طوب البدايره ماشي، والتاني ازرق اهو. الزغلولين دول هنبيعهم، وفي زغلول تاني بس لما ايه يخلصوا، في زغلول تاني جريزلي كده هنطلعهم التلاتة مع بعض. تمام يا شباب، طبعا القص هما اهملوا في زغلول وانا اهملت برضو. يعني انا عايز اقول لك اللي انا كنت مهمل اوي الايام اللي فاتت دي، كنت مهمل اوي في السلاكة الايام اللي فاتت دي، نفسيتي كانت تعبانه قوي يا رجاله. وعايز اقول لك ان انا والله العظيم يعني انا جيت انزل السوق بتاع يوم الثلاث اللي فات ده، وجيت انزل واصور ما صورتش، ورحت واخد بعضي وماشي على طول. وامبارح برضو زي امبارح برضو قمت من النوم ورحت نايم تاني، فمش عارف. وكل ما اجي اطلع السلاكه واصور يا حمد تعالى نشوف الحصادات، كل ما اجي اطلع السلاكه واصور والله العظيم يا رجاله انا ما ببقى عارف ايه اللي بيحصل. تمام برجع تاني واحط التليفون في جيبي وخلاص على كده. تمام الحصى ده عمر اهوت الحمد لله، بس الحمد لله احنا مش هنبطل تصوير، وهنقول لكم نوريكم كل حاجه بفضل الله. طبعا في زغلول جريزلي هنا اهو، زغلول اهو
ده برضو هنبيعه، ده بقى بياكل لوحده وكل حاجه، هنبيعه برضو بس لما الثلاث حمامات دول يجهزوا، لما الثلاث حمامات دول يجهزوا. انا عايز افتح للحمر دول، عايز افتح لهم بقى ينزلوا يطلعوا، عشان نتام عبيه ينزلوا يطلعوا بقى معاهم، احفظهم الباب دوت، هنتعب معاهم شويه وانزلوا يطلعوا معاهم بامر الله. هنسيبهم طبعا، مش هنقفل عليهم يعني، علشان خاطر ايه نخليهم برضو ايه يطلعوا ينزلوا مع الحمام. تمام، الحمام اصلا اللي مفتوح له احسن 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 بكتير من اللي مقفول عليه، يعني احسن بكتير من اللي مقفول عليه. انا علشان اخلي الحمام ده يشتغل بطلع بالليل بعد ما بخلص شغل، بطلع بالليل بفتح لهم قص قص، يعني لازم الحمام الحبيس ده، لازم يا رجاله الحمام الحبيس دوت تطلع كل يوم، كل يوم او كل كام يوم كده تطلع تفتح لهم قص قص في الارضيه هنا كده. تمام، الذكر يبقى عنده عصب، لكن اللي انت اللي بيبقى مقفول عليه على طول ده، ده ما ينفعش غلط على الحمام. تمام، لازم تفتح للحمام ويطلع وينزل عشان عصبه وريشه. تمام، زي ما انتم شفتوا اهو يا رجاله، ان شاء الله باذن الله فيديو يكون خفيف على قلوبكم بامر الله. انتم مقصرين معايا في اللايك يا رجاله، يا ريت تدعمونا باللايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. تمام، خلاص هانت على 7000، اول ما نوصل ل 10000 ان شاء الله في هديه جميله جدا جدا بامر الله ليكم. اول ما نوصل ل 10000 في هديه جميله جدا. طبعا احنا هنحط دور النتاية ديت علشان خاطر بتلبن برضو، ربنا يعوضنا بدكر تاني. الدكر كان حلو الصراحة، بس الحمد لله الحمد لله اللي حصل على قد كده. زي ما انتم شايفين اهوت، بحط للحمام اللي عشان الحمام بيزق، نحط له ايه شوية اكل. زي ما انتم شايفين شفتوا كل حاجة. تمام، وانا يعني فيديو خفيف كده اللي انا امهد، اللي انا ارجع تاني اصور. متشكرين جدا الرجاله وكل الناس اللي سالت علينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.